احتفال عمالة مقاطعة عين الشق بالذكرى 13 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتميز هذه السنة بالاحتفاء بالقراءة من خلال مبادرة شجرة الكتب الرامية إلى تشجيع الناشئة والشباب على التشبع بالقراءة. ذكرى 13 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كتميز بالاهتمام للشباب، وابتداء من اليوم 6 اللي درنا فيه هاد شجرة الكتب، الدلالة ديالها هي تحبيب القراءة والكتاب للأطفال. كيف ما كتعرفوا هاد الصخب وهاد الموجه ديال المواقع الالكترونيه والمواقع الاجتماعيه بعدات الاطفال والشباب على الكتاب والقراءه، وهذه اليوم خلقنا واحد الفضاء القراءه الجماعيه والقراءه الفرديه باش نعطيو الوليدات الاهميه ديال الكتاب في الحياه والتربيه على حب الكتاب وحب الثقافه. وتتمثل مبادرة شجرة الكتب التي اقترحتها الجمعية الثقافية رجال الكتاب موغادور وتبنتها المبادرة الوطنية في تثبيت كتب على مستوى فروع شجرة وتمكين الشباب بعد ذلك من قطفها بغرض تشجيعهم على القراءة. وقد قام مجموعة من الأطفال بقطف العديد من الكتب من شجرة متواجدة بحديقة عمومية ثم مطالعتها بعين المكان بشكل فردي أو جماعي، ثم تقديم ملخصات وأفكار حولها بغرض الظفر بعدة جوائز تم تخصيصها لهذه العملية.